البلد عندنا يعني؟ لا هو الاصل مش من البلد. هذا من هي فيه لغلة حديدة. مغنيش عشان اطربك. معي كان فرش بس التجربة في الباب يلا احنا كتجمعيين وكجزء من الشعب ومن الأقلية العربية الفلسطينية التي تقطن هذه البلاد نرى في يوم الأرض كعلامة فارقة وكعلامة مفصلية في تاريخ هذه الأقلية. يوم الأرض بالنسبة إلنا هو محطة من محطات النضال اللي دامت على عشرات السنين، فترة عشرات السنين، وعلى ما يبدو أن الألام والمخاض سوف يستمران إلى عشرات سنين أخرى. نتأمل أن تخف الألام والمخاض وهذا المخاض. نواجه يوميا هذه السياسة. نحن الآن بصدد مصادرة كم هائل، عشرات ألاف الدنومات من الأراضي اللي اليوم الأقلية العربية الفلسطينية بحاجة لكل سنتيمتر مربع منها. المخططات الحديثة اللي قاعدين بنسمع عنها إذا كان في النقب وإذا كان مخطط برافر هي كمان خطوة أخرى في التصعيد نحو مصادرة الأرض ونحو ما تبقى من البقية الباقية من هذه الأرض الفلسطينية اللي إحنا طبعاً بأمس الحاجة لإلها، واللي بيحاولوا بشكل منهجي جدا تضييق الخناق على الأقلية العربية الفلسطينية التي تقطن هذه البلاد والتي لا بلاد لنا سواها. فالسؤال المسؤول والسؤال الذي يطرح، أين المصير؟ أين مصير هذه الأقلية؟ وإلى أي مدى يجب أن تتحمل هذه الأقلية؟ المشكلة بالأساس هي مشكلة وجود الأرض، تعني وجود. وعلى ما يبدو أن المنهجية الفكرية الإسرائيلية الصهيونية تحاول وبشكل مقصود ومنهجي تهجير البقية الباقية. فبالرجوع إلى تاريخ النكبة 48 وما قاله بن غوريون، على ما يبدو أنه في هذه الفترة عندما قال نحن أخطأنا عندما أبقينا هذه الأقلية، على ما يبدو أنه التفكير ماشي في إطار التهجير إلى أبعد الحدود، مرورا بمخطط كينينج اللي كان في سنوات السبعينات، مرورا بيوم الأرض اللي كان ب 30/3/1976، وبعد مرور 36 عام على يوم الأرض الخالد لازلنا نسير في نفس التربيع وفي نفس الخانة. نحن نواجه نفس السياسة، نحن نواجه نفس القضية ونفس المصير. هنالك عندنا مشاكل في قضايا السكن، مشاكل في قضايا مصادرة الأراضي، مشاكل عديدة بتواجهها الأقلية. والهدف من الوقفة التي يقفها التجمع وشبيبة التجمع اليوم التي تراها من الخلف هو وقفة صمود، وقفة تصدي، وقفة بقاء، لأنه يجب أن نربي وأن نثقف وأن نعود الشباب أن هذه الأرض أرضنا، ويجب التمسك بهذه الأرض، ويجب البقاء والصمود، ويجب تجذير هذه الجذور في هذه الأرض، ويجب أن نكون كسنديانة الأرض، كزيتون الأرض، ونحن الباقون هنا بإذن واحد أحد إن شاء الله.